وبهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة النائب باسم مبارك عضو مجلس النواب. مرحبا بك سعادة النائب معنا في نشرة الثامنة، وما هي قراءتك لمضامين كلمة جلالة الملك المعظم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وبداية نشكر استضافتكم في هذا البرنامج، نسلط الضوء على أهم القراءات الهامة التي جاءت للكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه، طبعا في الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم، وهو خارطة الطريق الوطنية التي تجعل المسؤوليات كبيرة على عاتق كافة السلطات. وهنا يبرز دور الكبير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء والجهود الواضحة في تحقيق الرؤية الشاملة لجلالة الملك المعظم لتحقيق التنمية والنهضة الوطنية في الظل العهد السامي، وأيضا في المجال الاقتصادي لمملكة البحرين. من جانب آخر كان في الخطاب لجلالته السامي الاهتمام بما يرتبط بالهوية الوطنية البحرينية الأصيلة عبر المحافظة على الهوية المدن والإرث التاريخي لهذه المناطق والتي تمثل لأهالي المحرق لمدينتهم جزء أصيل من المحافظة على هذه الهوية والإرث. وقد لاحظنا فرحة المواطنين من أهالي المحرق بهذه التوجيهات الملكية. الخطاب السامي ينطق بتثويب الوطنية التي تتمثل في الوطن والوحدة وتعزيز التسامح والتعايش مع جميع على الرغم من كافة التحديات، إلا أن بقيادة جلالة الملك نتجاوز هذه التحديات بكل وعي واقتدار وامتثال أمام المجتمع وأمام الدول، ونشير هنا أيضا إلى المنهج الديمقراطي الذي يتمثل في الفصل السلطات وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه من خير وصلاح للمواطنين. وهنا لابد من تأكيد على أننا في مجلس النواب باعتبارنا ضمن الفريق الواحد نعمل بكل جد على تحقيق التطلعات للمواطنين. وفي الختام لابد أن نتأكد ونؤكد على القضية المركزية الأولى والتي أشار إليها سيدي صاحب الجلالة، والتشديد على الحل والعدالة للقضية الفلسطينية انسجاما مع المقررات ومخرجات الجامعة العربية والقرارات وقرارات الأمم المتحدة. نأمل أن يعم السلام وأن تقف لغة الحروب والتصعيد وأن يتم الاستجابة لصوت العقل، ونأمل أن نكون عند حسن ظن جلالته في تحقيق تطلعات المواطنين. هذه كانت أهم التطلعات وأهم القراءات من خلال الكلمة السامية لسيدي صاحب الجلالة. نعم سعادة النائب باسم مبارك عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.